عقد الهلال الأحمر المصري اجتماعا في القاهرة بشأن تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني تحت مظلة الأمانة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر. وقال الأمين العام للهلال الأحمر المصري رامي الناظر أن دولة الكويت كانت من أوائل الدول العربية التي قدمت المساعدات لقطاع غزة. في إطار الدعم المقدم من جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية للأشقاء في غزة وإرسال المساعدات الإغاثية لهم، وفي إطار هذه الجهود شهد مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، حيث تم التأكيد على إدانة العدوان الإسرائيلي. إن اللجنة التنفيذية تعبر عن إدانتها لهذا العدوان السافر الذي تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، وتعبر عن استنكارها لاستمرار استهداف المدنيين والمنشآت المدنية. جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعد أول من قدم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث يقوم فريق من الهلال الأحمر الكويتي بتوزيع المواد الغذائية والوجبات اليومية، وكانت من بين المساعدات التي تنتظر الدخول لغزة قافلة إغاثة طبية تزن 7 أطنان. هو الهلال الأحمر الكويتي من أول يعني الهلالات في الدول العربية اللي قدم على تجهيز مجموعة من المساعدات أكثر من 25 طن من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والمستلزمات والمستهلكات الطبية اللي جاهزة حين فتح المعبر إلى الدخول إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. جمعية الهلال الأحمر الكويتي سخرت كل إمكاناتها لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف عن آلامه نتيجة العدوان الإسرائيلي، حيث تم التنسيق بشكل كامل مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لدخول قوافل الإغاثة الكويتية فور فتح المعابر الحدودية. احنا ايضا حاملين عبء استلام وتوصيل المساعدات مش بس لجمعياتنا يعني للهلال الأحمر، لكن لوزارة الصحة وحتى للمؤسسات الدولية لمنظمات الأمم المتحدة اللي موجودة في قطاع غزة. يوما بيوم وساعة بساعة تواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتي أداء رسالتها السامية في تخفيف المعاناة عن الأشقاء في غزة الذين يعيشون أوضاعا مأساوية نتيجة المجازر الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ياسر سعد، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.